الستوكي هون اللي هو مرق السمك مطبوخ من قشور القريدس وبقايا الاسماك، مش بقايا الاسماك، يعني الاسماك اللي يعني لما نقطع السمك احنا بيظل في عندي هيك شويه لحمه سمك يا روان. ايوه فبالتالي شو بنسوي احنا؟ بنحط معها حب الهيل مثلا، ورق غار، اضفنا من الزيت النباتي وبنضيف هالبصلات، وعلى طول بعد البصل بدي اضيف ورقه تنتين من الغار ورايحين ندعم بشوية من الفلفل الأسود. أنا هون مملح على المرق منيح ومعيرها، بس يعني نحتاج كمان شوية من الملح. وعندي هون رز قطاف البنجابي الفاخر، منقوع رز النواعم، وطبعا إجاني كثير استفسارات عنه، إنه شفت كيف نطبخه. انقعوه نصف ساعة إلى ساعة مع شوية ملح، اغسلوه منيح. هذا الرز ما بتقلب كثير، على طول بدي نحط في مي بتغلي وحسب العيار، بس ما تحركوه كثير. الآن منضيف من هالثومات، يا عيني يا عيني، شامي الريحة يا عيني يا شيف. وعندي كمان من الببريكا الحلوة من بهارات الضياء. وأكيد الضياء موجود معانا دائما بمطبخ رؤيا بكل بهاراته الزاكية، وأيضا منتجاته الرائعة عندهم الطحينية، القهوة، ما شاء الله كل شيء عندهم مرتب. والله أول شيء منجيب سمك نبيل، هذا الفيليه رايحين نضيفه. ما أحلى لونه، لونه بجنن. وصراحة إن السمك في نبيل كثير ناجح وفخم. طب شيف أنت طلعته سيحته بس؟ طبعا أكيد بدنا نسيحه. منضيف الآن البابريكا المدخنة. يا عيني يا عيني الروايح، يا سلام. هذا الطبق اللي عمله اللي اخترعه عبقري، عبقري جدا، عن جد عبقري والله انك صادق. طيب لازم نبيل يعملوا لنا بردد السمك كمان. في موجود عندنا. فعندي مرق السمك، وراح اضيف مرق السمك وين هلا على السمكات بعد ما تقلوا. يا عيني يا عيني يا عيني، يا سلام، يا عيني على هالطبق الحلو. حاضر، بس خلينا نحط شوي من ماء من زعفران. يلا بسم الله. هاي رويدة دبوس اليوم عامله سمك كمان يا شيف. يا سلام، لحظه بس انا هون اضفت البازيلا، خلص عمل باخر مراحل الطبخ. يا سلام يا شيف. والان عندي من هالقريدس، ايوه بدنا على وجهه. انت بتزين فيه حسستك. لانه ما بده سوى كثير، صح. راح الان ادخلها على الفرن حبايبنا ان شاء الله، واتركها لمده تقريبا نصف ساعه، بدها نصف على حراره 180 حبايبنا الفرن. يلا بردد، يعني بكون بقرشله، شيء بدون قرشله، يعني كل الاشكال والالوان، الفيش فينجر، الفيليه السمك، المربعات، روعه، وكله صراحه كله زاكي وكله كيلو قريدس جامبو من نبيل، وكيلو سمك فيليه أكيد من نبيل اللي ما له بديل، 4 أكواب أرز قطاف البنجابي الفاخر، ربع كوب زيت، ثوم مفروم، بصل، كوب فلفل ملون مقطع، بدنا كمان صلصة بندورة من البيروتي، بازيلا مسلوق، ملعقة بابريكا حلوة، وبهاراتنا اليوم كلها من الضياء، 3 ورقات غار، وزعفران، ملح وفلفل.